مثلا سوشيال ميديا اكسبرت بيلي بارنر نين لايد هذا هو حليه يعني سووا كوا ذا سنتر فور كولوجيال منتال هاوس ايو حليه ريسيرش اسكا اوغو بضاني اما ريسيرش اادو ترى بضان با وحي سكحر ايام بولي لينك وحي كان حيسيني سوشيال ميديا هي إيه صدح لحنون صاصع بولي The top three diagnoses for legacy of the university campuses, Jamaat, Radha Choktel Wusame, Anexatiga, Al Kalab, your depression, Al Iktiab, your stress, Atawatur, Sadhda Hanun Yabayra, then your social media, Hidid Wimbak and Hayabayli, Yaradha Jamaat Chokta, Elmi Barsil Wusame, research, Squash, Mamayan, Sadhda Hanun. نفس تقوى قلق ورورية والبهار قف كوين شوي هوايا برشن كوين الدنتو استرس صدح دوا صدح حنونا إن وقت سايكولوجي جي هو سايكاتريست كوما قاعد أنا وبحية صدح دا حنون هي سوشيال ميديا حلول وين بكر الحياة بعيد هذا مع ذلك وحلي إن دتك مركز لا يقوى أفريج كاي استعمالان ويران لبصة عدد مالين تيبا رسمي که کنادا برای یه وحید آهده، داد که کنادیانیس که آنها بغل کی با تضابط با سوشیال میڈیا استعماله، و هم فعلا یه حسایت که اینو میت قدیمی، داده دیدی بله اون نقض، این تا اینو آدوقا بدایی بر رجای نیا، وحید آدان آخر شی، او استرس سریس، مرکز سوشیال میڈیا لعاق چرا، هایلایت ریلیس که وحید آدان، سوشیال کراس، فیر اف میسینگ اوت، یا آنلاین هراسمنت. فرتاش شيء أي أحب إليه نوح وتر هذا بدن له حنوك أبوه هذا يقول هذه السوشيال ميديا أنا تغني ما في ليه صادو دو بالكنة أدكشن بولي إدمان إدمان كم حالة له لقب يعني خوف السجاير كعبد ما كنا لقب سبا كنا كأو دريم يجون السجاير كيو بهني هاي ومدمن تدخين بو مدمن كوي وفق خبر عبد محقق مدمن بو نغضا يعني عندك شبكة ووبا هذا كما مار مايو سوشيال ميديا حنون كاسي وولي بيلي تقويني مدمنين كون نغضا شكوين انو سو ما دارقون ان موبيل كبكي تيكارين كبار بامس مشاء الله قالا ومر قصة حرية سيرة تلين عراج لغا وهبين كي هدو انك على قادة بلي اغاين تيو هرتين ميسيكو صورنا oo masuuqa sita in yar hadduu guriga ku ilaabo ma noolaan karo waan moobiilka baan ka imbuulay dib u cararayaa yani maxaa sababay soo moobilaan maynan joogi jiray yurub baan joogi jiray iyadoo moobil xidhi sidan shalay ahay idina moobil ma sidanin turan iska noolayn oo la soconay laakiin hadda addicted baa la noqday qofku wuxuu moodayaa moobil la'aan inaanay noloshu maxay suurtagal ahayn sida awgeed ee waxay tilmaamayaan in Canadian Association of Mental Health in ururka maxaa la yiraahdaa caafimaadka maskaxda ee waddanka Canada baa wuxuu yidhi ardada dhigata grade 7 ilaa grade 12 yani sanadka 7 ilaa sanadka 12 ardada dhigata maalintii 2 saacadood bay ugu yaraan social media ku jiraan وحنا لسور ريبورت كريم إلي ينول لشيء جاي higher depression higher anxiety يا suicidal thought أردنا سنة تدوادي لا لم يتوبنا ده سكولا ده دقتا حنونا ده سكولا عيب إلي ينوا depression سكولا كده عين وanxiety وكده عي يا suicidal thought إنه قف كربين يستيلو كارا عاصد سدشة أي كل عربة المامية وحكرتا سلان شوكتا جامعة دان ستانفورد يونيفرسيتي أمريكا أنا لمبك بالي هذا وقيبت سايكاتري أن سايكولوجي شوكتا وحيلا دي بوغا دو عجيبا يقطي بوغا دو حيلا دوبامين نيشن أمة الدوبامين
وما دي دوبامينك دوبامينكو وا هرمونا او جيركو سو دايا مسخداد اي سو دايسو ماركا اد وحدونيسو الرغبه هرمون كان رغبه دا بايكو تلماما ثقا كور هرمون السعاده باي لكن هرمون السعاده ما هي وا هرمون الرغبه حييدو غبدا سيلهدahay شعوب مدمنه ويا باي دتي نوقده باي لي وا اومادان او ادمانو كو دحاي شعوب مدمنة وحيلا ذا مهشاد دوب منك مسكحدا دو يسود دو يسود دوب منك مركو كوكو صوب الطبا معنى دو حويا الرغبة والحافز أي كوكو بدن سوحي لهذا مثلا أي نوحي كو سمايين شيرر كان أي وحكو مدان شير بي صوغبتين شيرر كي بي وحي كو مدين وحكو تيا سيانو تشيركو واغبالين دوب منك دوبا منكي سودين في مسكحدي سيونان تشركو أقبالين أي كومو دي دبا تمحاكو دعاي تشركو اسكفر ديا عنا هرطة الله عنا دا عن حافز كي أمر رغبة دي وحي أورا لها عنا دا عن عوني ماي اسكفر ديا بيلي ديس عنا دا لغادة أفكر لك قليا وعلى شانيا لكي اسكفر ديا بيلي حتى هدو قاة شو وقتين ايو دي عنا دا الكالا ديو وان لسينين ودوبامينك لغا خيرو خن لغنا يا باي ليلان وحبابهم غرو هينين اما دونينين دبتنا اسك فديو الا وغا جاوا بسطيو برك دوبامينكو كو سو داتو حيلين و خطرا اند وح دونتو رغبه يلهتو حافز كو تشجيعياد وح سو قبسطو نوقدا هدابا امه دنو دوبامينكاسي كو سوقدا با جيرتا باي ليداي سلاانتا تاني دوبامينكاسي مخو كيرا وحيلا ديوحو كان إدمان الشبكات الاجتماعية سوشيال ميديا إنو قفكو نقضى مدمن ومقعد إنو نقضى قفان كمار مينو كحران إدمان كوحو كود عابي ليين الدواشادة الصور الإباحية سانس فيلم اسكاية قدون قدار كيا وحاق لمدكا وحاقود عابي لي إدمانو توك 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 بايدا دان وكوغوت رضا بضان له صور اللي باحي قالوا صور صار توك دوت غاني مان فيليا سوما لدنا هبلا يتقاوم باقشا سوما قوار سلو حيسي قوار عين كان يوم مدر حيسا العالم كله عيال كان داوضا بايدا دان او بضان وبليون بومر يا دكا سبسكرايب سكا هي كترساني وحاوغ بضان وصوبان ديغانا بايلين وحويان محي المواد الاباحيه إدمان كوقف كو حقوق عابيلين التواصل المستمر إنه طبق لحريدهم سمعنا القرآن واتساب كم حينين يم موجا يوحان كلو لحريدهم أنت رسالة مبتدرة يا مرهبا لحريدة يا مرهبا فيلم يرى الغو قصلا وصادرة يا مرو ككلنا ودرو مرنا هذا سيق قيمين يا مرنا هذا الغو قيمين يا شنتي دقيقة ما مر بعد بفورة سبل وحقو صار دعي سوريان مت قيلنا يا مت بوقا يا مت شيفا وحات كو قصشو إذن التواصل المستمر بكرنا كوي هاي بيلين وحون لحريره أي مدمن كوي قد كبر بيدا دين مدمن وحيكون نغضان ما لهم فاست فود كالقعونه كمان مار ما يينو يرو همبرغر كتورة يا حبض كوكا الأكل الجاهز سكريات بيدا دا راشين عن ديار كأي مع معانا دا يوحاسي قد كبر وحي مدمن كون نغضان بيدا دان طبعة الكرة ليجي إنجليز هي بديه مانشستر باشلي لقى بديه ما أنتم قلنا ده صعب ده كي تلياني كان هي بديه بجفانتوس به هو جامين إسا كيس به واحد دوني ده ليه كتشرون يرجع كعيار يو حسوق يبتدي وح مشغول كوي هاي إنن عو عيارته بلاي ماشى ساتر ده بطرنا تساتر ده عيار تاسية كلافة وحيله يوم حكون قلنا يا مدمن مركزان به إدمان بقول عياه إنه إلى عليه ونكبر ده سيا بديه ده كبر إدمان كوه حكومة عبيلين مسلسلات يا أفلام مسلسل كهبل بسعره هل كان سحالي شو جوار شالي توان كهب سامي حكوا درس سامي بكوي دينية ما كانوا حرام مسلسل غشة كذا سي حليل كسعطة ما تفيها كسعطة ما ملك لك سعطة مسلسل بو مدمن كوي يا أفلام تي فيلم كصاب حي وحاء قال كود وحي مدمن كوي موسيقى دي هي سامي هذا وإدمان كوه دعا لا يا هس سبقه ده هبل با من داوه سوقاده هبل با كان سمي خرادين يا محي
وحنصب أداد ويدسو سومالي وحي تاريخ هسي إلى لحدن كي لا كنت كيبو كاغا ورمية هبل رواية داي سيغا سمية كيبو كالا رواية داي سمية هبل لا يكن سمي سي ضدك بروحي مدمن كنا غضابين على الألعاب الإلكترونية عيارها كان جيمز بلاي ستيشن سكي وحي لمدة وهم ربارون وحيارو وحيارو ضدك بروحي مدمن كوين بين هذا ورق يترند inta badan dadka waaway saamaamuhu kale warkii baa soo galay saaka waagu si uu bariyay ilaa gabalku siduu dhacay jasiiru dhageysanaya jasiirintu bay kuugu celinaysaa CNN baa dhageysanaysaa intu bay ku celinaysaa BBC baa dhageysanaysaa intu bay ku celinaysaa laakiin wuxuu isagu markii ku taagay shugshug waa warkii warkaas uu mudmin ku yahay inta soo la isku daray hadaba oo idmaana habartana ana lembik waxay u bixisay dadkan wax isku muuda مخدرات كاستعمالها حي استعمالها اربط سماع واحد تري اربط دا ادمان كعصبي و سمارت فون كبيتي المرة اربط دا ليس كومو دو مخدرات كان عن شاقنا يوردان دمان تو تلقي كتيران مد نبتي في هذا هو مباني داد كبدا وانا شو هداد موسيقى ليسان شو هداد تيك توك ارك شو هداد العاب عيار شو هداد يوتيوب دا وانا شو هداد waxaan soo sheegay oo dhameeyay dhamaantood waxay ku jiraan maxay baalkan marka waxay u bixisay smartphone kubay tiri waa irbadii mukhadaraadka cusub smartphone waa irbadii maxay mukhadaraadka cusub ee isku mudo qofka maxaa kalifa bay raadeen inuu mudmin noqdo iyadu waxay sheegaysaa in saddex shay nikitabka soo tiri Cali Maxamed Cali Leeyraado فليك كواد والوفرة فرض وامحي وابن دنسك وحين وأخت هذا يالو وأنت مرنا بوايين الوفرة أركو تي في جا هوا حد استعماله شيء تهين تقول يا كم قنطيين تتشغل شرتين تتسوق شرتين تاصل ده دوت كم غرانس كم أقولين هم بدأوني شيء مركز محيط ما ده guriga timaado laakiin tifiga hadii jeebka lagu gu riday ka war taranka inta si saaranta daawanaysa iska marka soo fushaan daawanaysa dadka iyagoo lugaynaya qof daawanay maanu ku jeedin wadada isagoo maraya ma arko dadka ka horeeya maqaaxida inta fadhida daawanaysa shaah inta dabta daawanaysa shaqadii bay imka shirkadu khaati ka taagay shaqada allah ayaa way wuxuu ku jiraa ninkii shaqada laga ribay لأن الإنترنت هو كتير أو خبطة ورايا إذا وحي لين وحك هو هذا وحن سببه والوفرة النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام نوت المامي ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني فك ابن آدم كاي مبوح يوال فشر بدن على وش يسم حالة المامية قفكو ينو كنترول يش وحو وفرة هذا عنا ده هرطة هذا طال لكن هذا ده مركز كعنونا ما صح ولا إلا كد الله عيسو أنا نقطة محي أديكوا دون أي دين كرتوا إلى القرآن كم حين يقولي كلوا واشربوا محكوا حاجة ولا تصرفوا سكودا والله ما أورنين نالش أنا عصبي مكوا والله سكودا وقعدت يافكم مكان بحان وقضيني سام كسر وراي مع معان كي ما كنت بيم كسر وراي شاهي بيم كسر وراي عصير كي بيم كسر والله استبوا داون قفكو دتك واجي هون دتك أنت بمحا حنوك وغبطي دي قعدت يافك اسكو تشرو علاش دقيقه ضم النصطه وافرضوا هي المشكله بين هذا مكاسار نفته شفتا وحويان توافيه دي با وافر نقطي وحي ليتي ايا نقضي محي وح اختاد يا لو ترضى بدن له حاران هي حلال بله خلبات وحي دهاني مشكله ددك كو ادمان كانوا كانوا وحا كميده الفراق قف قوح تقرواية وقت الفراق أقو مركز طاو تربطه وحدو بهانت وحمد عوات كبو حسو وحكو انترتين قرية وحد وقت قيس كو نافسو ووحي لهذا وتصلية لكسر الملل بين هذا وقف قو الرباح إنو إصدافية دالت يا عاجزك ووقت قاسيو مشغولية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس
laba nicmo ayaa jira oo dadka intooda badani ku kadsameen, yacni qiimeynta ilaahayna aanay siinin sidii looga faa'iidaysan lahaana yeelin. Waa maxay sixawal firaaq buu nabigu yidhi, waa caafimaad qabka iyo waqti dheeraado firaaqa inaad hesho. Laakiin ka warra hadday iyagiiba dhib kugu noqdaan, dad iyagii daawo u raadiso caafimaadkaagii iyo waqtigii dheeraadka ahaa. Waxay culimmadii hore odhan jireen, nafta haddaanad xaqa ku mashquulin iyadaa baatilka kugu mashquulinaysa bay odhan jireen. Ilaahayna qur-aanka muxuu yidhi, faidaa faraqta fansab baa nabiga lagu yidhi, nolosha iyo shaqadeedii waxeeda markaad ka soo faaruqdo, fansab fii cibaadati illah, ku daal ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa. Qofka muslimka waa inaanu caatil noqonin, qof bilaa shaqaa waa inaad noqonin, ama camal adduun ku daal ama camal aakhiro, waa inaad wax qabsanaysaa. Laakiin waqtigaa waynu cidlo kulumo maaha. Idmaankan waxa keena bay markaa yidhaahdaan alwafra abundance, wixii oo si tiro badanna loo helay, iyo alisraafu fi isticmaali, wixii oo aad indulgence si qaldan ood isticmaashay, waxa ka dhashaa bay yidhaahdaan waa addiction, waxa ka dhashaa waa alidmaan. Sida awgeed dhibta uu bahalkani leeyahay waxa ka mid ah ma garanaysid man tatasilu bi, qofkan aad la xidhiidhaysaa kuu yahay qofka waxbaraya waa kuwe qoray nin hebel la yidhaha maqaalaato fiican soo qoro waxaan ka warramaa. Haddaad arki lahayd kabaa kamaa talateem qofka iyo siduu u nool iyo wuxuu yahay. Inta badan qolyahan yurub iyo meelahan jooga nin noloshaba ka dhacay oo guriska gaxidho noocayn qaato liita ayaa intaa wax qoraya kuwa Soomaaliya jooga, markaas leeyihin mid Jarmalka jooga maqaalo fiican qora, muxuu joogaa Jarmalka, waa noloshaba uu ka saaqaday qof nolo. Qofkan maad garanaysid, su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan markaa man tatasilu bihi, qofkan wax kuu sheegaya muxuu yihi, waa kuma macalinkaagu, waa qof haddaad taqaano anad waxbaba ka dhagaysatee noocu iyo kwalitigiisa iyo siduu nool yahay haddaad taqaano. Bahalkani wuxuu keenay bay yidhaahdaan, waxay isweydiiyaan social media waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa iyamaa badan. Maanta waxaa la isku raacsiisan yahay waxyeelo aad u tiro badan laynu leeyahay, waxtarna inuu leeyahay, lagama muransana inuu waxtar leeyahay. Laakiin inagu ma waxtar baynu u isticmaalaa, mise waxaynu u isticmaalaa maxay waxyeelo? Waan idin weydiinayaa, kuma social media faa'iido ku qaba? Yaa isla waxba isbuu kuu kordhiya? Qosol uu buu kuu kordhiya soomaa, inaad markaa daawarto yaro qosol shaquun. Laakiin wax macnalood sileeday maanta waxaad ka faa'iiday social media ma garanaysaa? Waqti say intee leeg baad ku bixisay, waqti intee leeg baad ku bixisay, wax macnala se ma ka heshay? Waxay idhahdaan bahalkan markay mushkilaadkiisa ka warramayaan, mashaakilkiisa waxaa ka mid a bay dhahay atafaasul, socialisationkii buu baabi'iyey. Dadku inuu dad mujtamaca noqdo isku xidhmo buu tirtiray bay yidhaahdaan, bale waxay idhahdaan dadkii quriga qura ku wada noolaa ayuu kala kaxeeyey, aabihii iyo hooyadii iyo caruurtii guriga wada jooga. Qof waliba caalam kale uu ku xidhan yahay, iyagu isma oga, mid waliba kiisu wadwada. Markaa waxay leeyihiin social muu samayne, tafaasul buu sameeyey bay yidhahdeen, bulshadii buu kala durkiyey. Qof aanad garanayn ama waxba ku ahayn ama waxba idinka dhaxaynin ama meel kaa durugsan joogana waxaad rabtaa inaad habeen iyo maalin ku xidhnaato, kii aad sariirta kugu xiga jiifay ee iska soo hortoosaysayna nolosha wada lahaydeenna wuu ka maqayey. Markaa waxay idhahdaan aloonnes buu dadka badan, xanuunkan tawaxudka la yidhahdo kale soo maarataan, qof raba inuu keli noolaado, waayo adiga iyo moobeelkaagunbaa wada nool. Dadka lama sheekaysatid, waxba kagama xidhnid, waaba adiga iyo moobaylkaaga wada nool, alam intifraadi ayaad ku jirtaa. Waxay yidhahdaan haddana adigoo keliyoobay bay yidhaahdaan ayuu haddana dhib kala keenayo ah, khusuusiyaadkaaga oo dhanna wuu baabiyey, wax kuu qarsoonina ma jiraan. Dadka maad arag selfie meeshuu istaagaba sawir buu iska qaadayaa, imikana waxbaan cunayaa, haddana suuqaan marayaa, hadhowna tareenbaan saaray. Yacni qofku khusuusiyaad male bay yidhaahdaan, wixii uu qofku gaarka u lahaa iyo noloshiisa gaarka ahaa
cid waliba noloshiyadiiba ka sheekaynaysaa, qof waliba wuxuu qabto ka sheekay, ila wax kale uu dhigama hayo. Saa daraaddeed wuxuu burburiyey bay leeyihiin qofka, waxa laaliya wixii uu ahaa gaarkiisa, qofka bini'aadamka u asturnaan jiray. Wuxuu baabiyey bay yidhahdaan caadaadka ay ummaddu lahaayeen. Qofku dadka markuu la joogo wuxuu shoonaya, waxun ma odhan karaysid, iyadoo waayo waa lagula yaabaya, waad ceeboobaysaa. Laakiin qol cidlaa markaad suxdo miyaad ceeboobaysaa? Waxaad doontaabaad kaga hadlaysaa. Haddaan iimaan iyo wax kaloo ku celinaya aanay jirin. Awal social pressure-ka bulshada cadaadiskeeda ka baqay, oo dadka markaa isu timaadaan waad xishoonaysay, waad ka baqaysay qiimahaaga dadnimeed dadka dhexdiisa inuu dhinto. Waayo qofku value buu leeyahay, wuxuu ilaashadaa buu leeyahay, qiimo samaynaya. Qiimaha waad ilaashanaysay markaad dadka la joogtay. Laakiin inta badan le markay gaar u baxaan ee ay qol cidlaa isku xidhaan, waxaa lumaba yidhaahdaan. Caadaadkii ummaddu ay lahayd iyo taqaaliideedii oo dhan waa laga kaca. Marka mid isqaawiya, sa caruurta boodbooda, mid waxaan macno lahayn sameeya, mid kijadiisa biriska ku samaysanaya soo sawira, qofba waxbuu iska sawiraa. Waxay yidhaahdeen wuxuu kaloo noqday wasaa'il lilmuraaqaba waaltajasusi waaltajniid bay yidhaahdaan. Waa wasiilooyinka ugu waaweyne la ysku basaaso. maanta markaad kan sidato waa loogyahay waagu markuu bariyey ilaa yaa markaad seexatay meel kastoo aad istaagtay adaa record gareeyey. Baalkan maxaa ku jira? Waa inaad nid ku xidhantaa soo maaha. Nidka maxaa kugu xidhaya? BTS soo maaha. Yacni shirkadii aad bahalka ka kiraysatay bahalay meelahan taagtaagan bay leedahay. Markaad kan dhaaftaba kii kaleed u tallaabaysaa aad ku xidhmaysaa kan markaad ka tara, waxaani waxay guryahan bay wada saarsaaray inaad dhinacyo maraysaa. Dabeetana markaad guri dhaaftaba ka kale aad ku xidhmaysaa, macnaheedu waxa weeyaan every minute halkaad taagnayd waa la ogyahay. Yadanaydaba ku basaasay every minute. Waagu markuu bariyey saaka mar haddaad kan sidatay, waagu markuu bariyey ilaa iyo intaad ka seexanaysay, waa la soo saari karaa daqiiqad kasta halkaad joogtay. Waxa labaad uu leeyahay bay yidhaahdaan waxa la garan karaa sida aad u nooshay, waayo halkan bay ku jirtaa wax kastoo aad daawatay, wax kastoo aad akhriday. Websaydyada aad ku xidhantahay maxay ka hadlaan? Maxay ka waramaan? Siday u fakaraan? Maxay soo bandhigaan? Waayo waxaasoo dhan waxaa daraaseeya brogaraamka meeshan ku jira niman kale. Waxay daraaseeyaan maanta maxaad daawatay. Hadhow markaad tidhaahdo fur wixii aad daawatay, kontan u eg baa lagu soo dhigayaa. Yaa u sheegay? Waxa u sheegay wixii aad daawatay, logaritmkay baadheen wixii aad daawatay dan. Markastoo aad haddaad iminka kubad daawato, marka labaad aad furto, kontan kubadoodoo kale nooc ma ka soo baxaya? Waayo waxaa lagu leeyahay kuwan iyo kan baad daawatay. Haddaad dawo baadhay, marka labaad iclaanaadka dawadu ma kuu soo baxaya? Dawo hebel baa fiican dawo. Haddaad cunno baadhay, marka labaad aad furto, waxaa kuu soo baxaya cunnooyin. Idan wax kastoo aad samaysay wuxuu doonaba ha noqdo waa recording. Marka waxay yidhaahdaan waa wasaa'il lilmuraaqaba waaltajasus, waa wasiilo lagu ogaado qofkan, lagu ilaaliyo wax kan. Waxay kaloo yidhaahdaan waa wasaa'il litajniid, waa meesha askarta la iska qorto. Askarta la sheegaya waa maxay? Gruub walow dunida ka midiba dad bay daneeyaan, fahinka maaha. Iminka kuwa la leeyahay waa terrorist, haddaad iyaga daadaawato wasaa'il bay kuusoo diri doonaan, waa ku mislixin doonaan kolba, mid yaroo meel lagu gowracayo dowladda dishin ku tusi, kolba waxbay ku tusi, ilaa tidhaahdo wallaahi wax kani waa wax loo adkaysan kara maaha, in la iska celiyaabu mudan yahay. Haddaad xumaha daawato, kuwa xunxun baa kuusoo diraya, lesbiyanka iyo l g b t ga iyo waxaasaa lagu soo diraya. Qolo waliba safkeeday kugu daraysaa dunida dadka ku nool, cid walba safkeedaa lagugu daraya. Marka waxay yidhahdaan waa wasiila litajniid, waa qaab qofka loogu daro. Walidaalik imika waxaa laga yaaba inaad aragto dhalinyaro badan oo mulxidiin noqotay. Maalinkan waxaa laga yaabaa inuu joogo tuulooyinkeeni, waa kan tuulada jooga iyo ilxad xaggeyska soo gaadheen. Show macalin baa halkan jooga, waxbuu daadaawadan laba casho, waxbay usoo dirdireen, waxbay kale usoo dirdireen, waxbay kale usoo dirdireen, wuu la qabsaday zoom kabel la soo geliyay, dabeetana waxba loo sharxay. Qolaa wuxuu dhigtaa course buu qaataa,
وهذا يا مهر قسيت شو قام قرو وشو قام حمر شو قام كان أو كورس الزوم اللي قسيو الحادة ويو والله وقعد صدي مركا هو ماشي عدوى البلقى وقعد صدى عدوى اللي بقى فكرة ده وحيوبة هن أيك وقعد صدى